طيب، المنصة الأولمبية اللي اليوتيوبرز الكتير اتكلموا عنها وشكروا عنها اسمها شين يا جماعة. شي شخصية، شي شراسة. فأتمنى بقى تسمع الفيديو عشان أنا هنقل لك بقى الحقيقة اللي هم مالوها. طريقة التسجيل في المنصة ديت بتحط هنا الإيميل وبعد كده الباسورد والباسورد تاني، وتحط هنا الباسورد بتاع السحب بتاعك أو سحب الأمان، وبعد كده تحط رقم الواتساب والإنفيتيشن كود يا معلم. لو دخلت من اللينك بتاعنا هيبقى مكتوب تلقائي، وبعدها بتدوس على كلمة ساين أب. زي ما أنت شايف يا معلم بيقول لك إن أنت لو جبت حد للمنصة ديت هتكسب 10% أرباح منه يا معلم، يعني لو هو مثلا عمل إيداع ب 1000 دولار أنت هتاخد 100 دولار وهكذا بقى. طبعا التسويق الهرمي اللي إحنا عارفينه يا جماعة وحفظناه خلاص. لما بتسجل من اللينك بتاعنا في الموقع يا معلم بيبدا ان هو يديك 200 دولار هديه، يعني انت زي ما انت شايف هو مديني 200 دولار هديه. بتبدا ان انت يا معلم تشحن عليهم 11 دولار عشان تبدا ان انت تعمل المهام اليوميه بتاعتك، يعني بدايه المهمه بتاعتك لازم يبقى معاك 211 دولار. بتاخد كوميشن كام على ال 211 دولار دول؟ بتاخد يوميا 1.5 دولار يا جماعه او 81 سنت، وكل يوم هكذا بقى بتفتح وبتعمل المهام وبتاخد 81 سنت يا معلم. لو عليت القيمه حبه اللي انت بتعملها، يعني مثلا لو شحنت في الموقع ب 60 دولار لان انت كده كده معاك 200، لو شحنت ب 60 هيبدا ان هو يديك 10.5 دولار يوميا او 10.30 سنت، ده ربح يومي يا جماعه هتاخده كل يوم. وهكذا بقى لو عليت ل 400 هتاخد 36 دولار يوميا وهكذا يا شباب. تقدر انت تشحن في الموقع ازاي؟ بتيجي على كلمه هوم وتدوس على كلمه ديبوزيت، من هنا هيبدا ان هو يحولك على العنوان اللي هتبعت عليه الفلوس. بتبدا ان انت تاخد العنوان ده كوبي كده يا معلم، وبعد كده تيجي هنا على المحفظه بتاعت البير او الباينانس او ايا كانت المحفظه بتاعتك، تدوس على كلمه ترانسفير، تختار يا معلم عملة اليو اس دي تي يا شباب، وضروري تختار يو اس دي تي تي اس عشرين، وبعد كده تحط العنوان هنا وتكتب الكمية اللي انت حابب تبعتها اللي هي 11 دولار. بيقول لك ان هيتخصم منك 14 دولار عشان العمولة، هتدوس على كلمة سند يا معلم، وبعدها تيجي هنا وتدوس على كلمة ريتشارج كومبليت، او زي ما انت شايف ريتشارج كومبليت ده اهو، والفلوس بيتعمل لك بيها ايداع في الموقع مباشرة. تعالوا نعمل التاسكات اللي في الموقع، انا بس عايز الخص معاكم الموضوع عشان اقول لكم الحقيقة الكاملة بتاعت الموقع يا جماعة، واللي انتوا يعتبر الناس اللي متابعانا من قديم عارفة الحقيقة الكاملة بتاعت الموقع دوت ايه. فزي ما انت شايف يا معلم هو خلاص بيقول لي كومبليتد، وانا كده خدت الفلوس بتاعتي اللي هي بتكت زرار انا بعت واشتريت يا معلم حاجه كده زي الدروب شيبنج بالنسبه لنا، او الدروب شيبنج على الحقيقه يعني هو فكره الموقع ان هو بيقول لك ان انا بعمل لك دروب شيبنج بنيابه عنك. ولو جينا على كلمه مي من هنا يا معلم هتلاقي ان احنا بقى معانا في الاكونت بتاعنا 212 دولار و80 سنت، اقدر ان انا اسحبهم واعمل بيهم اللي انا عايزه. فانا واحد من الناس هسحب على الباينانس يا جماعه لان انا بحب اسحب على الباينانس، هاجي على هوم كده وبعد كده ابدا ان انا ادوس على كلمه وذرو من هنا شباب، هيبدا ان هو يقول لي حط لي يا جماعه العنوان بتاع اليو اس دي تي ار سي 20 بتاعك، هبدا ان انا هنا اكتب له الكميه اللي هي 1.80 سنت يا جماعه، يعني هيبعت لي كده على العنوان بتاعي اللي انا حطيته هنا اهو 1 دولار و80 سنت. هبدا ان انا اكتب الباسورد اللي انا كنت قايل لكم اكتبوه في الاول اللي هو السكيورتي باسورد يا شباب. هبدا بعدها ادوس على كلمه كونفيرم من هنا، هيبدا ان هو يقول لي تمام والزرول سكسس اهو، في خلال 24 ساعه السحب بيوم. طبعا رصيد ارباحك دوت لو جينا على ترانسفير هنا تقدر ان انت تحوله للرصيد البيزك بتاعك او رصيد الاستثمار بتاعك، يعني الارباح اللي انت بتحققها يوميا لو مش عايز تسحبها تقدر تحولها هناك عشان تستثمرها اكتر واكتر. نظام الاحياء يا معلم بيتكون من 3 ليفلات، الليفل الاول 10% والليفل الثاني طبعا 3%، وزي ما قلت لك ان نظام هنا الاحالات تسويق هرمي جامد جدا. طبعا لو دخلنا على الكومباني بروفايل هيقول لك الكومباني دي جامده فشخ وموجوده في امريكا وبتطير في الجو وبتخترع لك من الهوا، وعمرها ابدا 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 ما هتنصب عليك. يلا يا راجل بلا كذب بقى، بوشك ده كذاب كذب الابل. طبعا يا جماعه الكلام ده كله فيك، والسايت دوت ولا ليه علاقه بشي ان اصلا تماما. طبعا كلنا عارفين شي ان والاعلانات اللي بتيجي عنها اصلا في التلفزيون مش مخليه اي حاجه، فالموقع دوت لا يمت بصله بموقع شي ان ولا ليه علاقه بالدروب شوبينج، هو موقع استثماري زي اي موقع استثماري. الناس اللي بتخش فيه حظها يا تكسب يا تخسر، يعني اللي دخلوا في الموقع من الاول هم اللي بيبقوا كسبانين يا جماعه، لان هم ما بيبقوش اخر ناس دخلوه. فانا على سبيل المثال لو قلنا ان الموقع دوت هيقعد اسبوع وضربنا ال 1.5 دولار دول يا جماعه او 81 سنت دول في 7 ايام، هتقول ان انت هتحقق من الموقع دوت 12 دولار و60 سنت. انا من رايي ان انت هتبقى كسبان، ليه؟ لان انت هتعمل ايداع ب 11 دولار فقط لا غير. فلو الموقع قعد مثلا 10 ايام فانت برضو اللي هتبقى كسبان اكتر من الموقع. المواقع ديت يا جماعه ما بتكملش اسبوع او اسبوعين بحد اقصى، قوي 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 لو قعدت بتقعد شهر وبعد كده بتقفل يا جماعه. فانا انصحكم ان انتوا تخلي بالكم لو انتوا مش قادرين تخاطروا بالفلوس او ال 11 دولار دول مبلغ كبير ليكم، ما تخشوش في المواقع دي، وياكوا تمشوا ورا اليوتيوبرز يا جماعه. والله اليوتيوبرز دول في ناس ما عندهم ضمير تماما، يخزوقوك ويدوك اللبوسه التمام
تمام، وهم هيبقوا مستفيدين وانت مش هتبقى مستفاد اي حاجه خالص. انا بقول لك الحقيقه الكامله اللي هتخليك تستفيد من الموقع دوت لو انت عندك نيه ان انت تستفاد فيه. هو الموقع دلوقتي في بدايته، فلو انت عاوز تخش ممكن تخش، لكن انا ما اضمنلكش الموقع دوت ممكن يقعد قد ايه. تعال نشوف اثبات السحب مع بعضينا يا جماعه. لو دخلت على الباينانس هتلاقي ان بيقول لك اكتمل الاداء منذ 3 دقائق، ولو دخلت على تفاصيل العمليه هتلاقي ان اللي بعت لي هو 1 دولار و80 سنت يا شباب، وادي بتاريخ 20/8/2023. يعني الموقع ما بيخصمش اي رسوم خالص على العمليه اللي بيبعتها لك، فبالتالي انت بالنسبه لك الدنيا زي الفل وتمام. الموقع طبعا هيفضل صادق لفتره معينه وبعد كده هيبدا ينصب على الناس. يعني الناس لو دخلت الموقع من الاول وقعد معاها شهر، فانت تخيل الارباح اللي هتحققها. هتحقق 54 دولار من ال 11 دولار اللي هي حطتهم في الموقع. فهو كله بيعتمد على الموقع هيقعد قد ايه. اتمنى يكون الفيديو عجبك ووضحت لك الصوره كامله. ما تنساش اللايك المتين بتاعك والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.